حدث أن تقدم بعض الرهبان إلى أنبا بخوميوس يسألونه: قل لنا يا أبانا، ما الذي يمكننا نعمله لنحظى بالقدرة على إجراء الآيات والعجائب؟ راحوا الرهبان لأنبا بخوميوس يقولوا له: إيه، قل لنا نعمل إيه عشان نعمل معجزات. يمكن عدت على دماغ حد فيكم ولا حاجة. أجابهم بابتسامة: إن شئتم أن تسعوا سعيا روحيا ساميا لا تطلبوا هذه المقدرة. ما تفكروش في الموضوع ده أساسا، لأنها مشوبة بشيء من الذهو، الذهو اللي هو الافتخار يعني. بل اسعوا بالحري لتصفروا بالقوة التي تمكنكم من إجراء العجائب الروحية. إن رأيتم عابد وثن وأنرتم أمامه السبيل الذي يقود لمعرفة الله فقد أحييتم ميتا. وإن أرددتم أحد المبتدعين في الدين إلى الإيمان الأرثوذكسي ففتحتم أعين عميان، وإذا جعلتم من البخيل كريما شفيتم يد مشلولة، وإذا حولتم الكسول نشيطا منحتم الشفاء لمقعد مفلوج، وإذا حولتم الغضوب وديعا أخرجتم شيطانا. هل هناك شيء يطمع الإنسان أن يناله أعظم من هذا؟ الفكرة دي مفيدة ومريحة ليه؟ في ناس تنبهر بفكرة المعجزات. في معجزة أخطر وأكبر من المعجزات اللي بنسمع عنها وكلنا نقدر نعمل، إنك تساعد الناس تتغير تغيير روحي، لأن هو ده اللي يديهم حياة أبدية. هتصور إنك أنت عملت معجزة وكان واحد مشلول خليته يمشي. طب دي معجزة عمرها دي، طبعا الناس هتهلل وتعظم وتعمل، إنما الحقيقة ممكن يروح جهنم برضه. إنما لو خليت واحد ما بيخدمش ابتدى يخدم، او ما بيحبش غير نفسه ابتدى يحب الناس ويهتم بيهم، انت غيرت في حياته، ويمكن ده اللي يدخله السماء. اذا المعجزه اللي انت عملتها بانك غيرت اتجاهه خليته يحب الناس ويحب الخدمه، دي معجزه اعظم كتير من فعلا لو شفيت واحد مشلول، لانه ده اتغيرت حياته بيها يدخل السماء، يمكن كمان يفيد ناس كتير. يبقى انت كده عملت شغل كبير قوي. لو واحد بعيد عن ربنا خالص وبايع القضية ومش فارق معاه ومهتم بالدنيا وما بيصليش ما بيتوبش ما بيتناولش، ده ميت في عرف الكتاب، ده ميت. لو علمته سكة التوبة وانتبه للحياة الأبدية، انت قومت ميت. تصور انت لو قومت ميت النهاردة، ده الناس تعمل لك تمثال. انما ما هو حتى لو قومته النهاردة يرجع يموت تاني بكرة، انما اللي انت عملته روحيا اعظم جدا. فعلا فكرة المعجزة الروحية أو التغيير الروحي المفروض يشغلنا كلنا، لأن كلنا نقدر نعمل الحاجات لو ركزنا في الحاجات دي، نلاقي إنها مش مستحيلة ولا حاجة. إنك تشجع ناس تتغير، لا ده شغل ربنا وهيساعدك على دي. وبعدين ما تجيبلكش نفس الكرامة بقى المؤذية بتاعت الحاجات التانية، الحاجات الشوي الكبيرة دي مؤذية. إنما العمل الروحي هادي، يعني اللي تاب على ايديك مش هيقعد يمشي يقول انا تبت على ايديك، خلاص دي حاجة بينه وبين ربنا، بس تبقى انت عملت حاجة كبيرة وقعدها لك. كلمة تانية انبا بخوميس يقول: لا تكسل عن ان تتعلم خوف الله لكي تطلع وتنمو مثل الغرس الجديد وترضى الله كطفل صغير. لا تكسل ان تتعلم خوف الله. درس خوف الله ده مهمل قوي عندنا في اليومين دول. يعني بنتكلم عن حب ربنا ونتكلم عن عمل الله، إنما كلمة خوف ربنا بتقل في الزمن ده. بينما يعتبر بيعتبروه الرهبان زمان إن ده سنة أولى حياة روحية، خوف ربنا. لأن اللي ما يعرفش خوف ربنا مش عارف ولا حاجة. أصل اللي بيعرف خوف ربنا يعني شايف إن ربنا كبير، فالواحد بيعمل له حساب فيخاف يغلط، يخاف يقول كلمة ملهاش لازمة، ولو غلط بسرعة بيرجع. كل ده بيتحرك بخوف الله. إنما لو واحد ما عندوش خوف الله هيعمل أي حاجة غلط. عشان كده يتقال على الأشرار: ليس خوف الله قدام عيونهم، حنجرتهم قبر مفتوح. يقولوا أي كلام لأنه مفيش خوف ربنا. فتعلم خوف ربنا. واحد يقول طب أتعلمه إزاي؟ يقولوا أول حاجة دور على ناس بتخاف ربنا. لو عاشرت حد بيخاف ربنا ببساطة كده هتلاقي نفسك شربت منه حاجة. إنه ما يقدرش ينام من غير ما يصلي، ما يقدرش يغلط في حق حد ويرتاح،
ما يقدرش يأثر في حاجة روحية مظبوطة، ما يقدرش يعني يغلط، ما يخاف. فلو عاشرت حد كده يدخل فيك الخوف المقدس ده، وكتير من أبائنا وأمهاتنا وأهالينا فيهم الصفة دي طبيعية، لا بيوعظوا ولا بيتكلموا، بس تحس إن خوف ربنا ده حاجة واضحة جدا في حياته. كمان عشان تتعلم خوف ربنا اهتم بالإنجيل، لأن كلمة ربنا تكبر خوف ربنا في قلبك. يقول كي تطلع وتنمو مثل الغرس الجديد وترضى الله كطفل صغير. الطفل عنده خوف طبيعي من أبوه يخاف يزعله. يعني التربية الصح لازم تحتفظ بنسبة خوف، على فكرة سيبكم من الشعارات الجديدة برضه. التربية المظبوطة لازم الطفل يعمل حساب لأبوه وأمه، لازم يخاف شوية، ولو ما خافش شوية ما يترباش. فعشان اللي بيقولوا الحب يلغي الخوف خالص، لا، المفهوم ده مش مظبوط. الحب والخوف يمشوا مع بعض، إنما المحبة تطرح الخوف، مقصود بيها الخوف الوحش، خوف الرعب، لكن الخوف المقدس ده فضيلة، دي حاجة حلوة تكمل مع الإنسان للآخر. فبقول لكم الإنجيل كمان يربي خوف ربنا. ليه؟ لما تقعد مع الإنجيل وتكتشف إن ربنا بيتكلم، قد ما بيقول بحبكم قوي وهعمل معاكم كل حاجة حلوة، بيتكلم عن جهنم وبيقول خاف، في ناس ما وصلتش، وبيتكلم عن ناس أحسن مننا هلكوا بسبب الدلع، الحاجات دي تخوف. وبيحط قدامك الحقيقة واضحة لامعة كده، إن في نهاية للدنيا دي وفي حياة أبدية، وأنت المسؤول عن تحديدها، أنت اللي هتقرر تروح كده ولا تروح كده. الحاجات دي تخوف، والخوف ده مفيد إنك تعمل حساب لكل لحظة وكل يوم، لأنك أنت هتمشي كده هتمشي كده. فكفاية الفكرتين دول، إن الخوف يجي بالتلمذة على ناس بتخاف ربنا، والتلمذة على الكتاب. كلمة تاني لأنبا بخوميس جميلة، يقول الأحزان هي مكاوي يسوع. كانوا زمان يعملوا إيه؟ لما واحد يكون عنده مغص ولا حاجة، ما كانش فيه بقى أدوية وكلام زي كده، فكان يروح للدكتور يجيب مكوة بتاعت مكوة اللبس ويكوي الحتة دي. هو ثبت علميا ان ليها فكرة طبية مظبوط، انه بيسحب الوجع لوجع تاني، فاهمين ازاي؟ زي اللي بينسيه وجعه بوجع تاني، ما هو حرقه، فهو ايه، خلاه هم يشيل هم يعني. انما يعني كانوا بيلجأوا للحيلة دي في محاولة يعني ان الواحد يتعالج. فقال ان التجارب والمشاكل اعتبروها مكاوي يسوع. يعني ايه؟ ربنا بيكوي جرح، لان لو ما تكواش هيمدد مثلا تبقى مصيبة، او لو ما تكواش المشكلة ممكن تكبر. فبالرغم انه بيوجع، بس هو الحقيقة بيكويه لانه دي فايدة مصلحة. من أراد أن يبرأ من أسقامه يلزمه حتما أن يصبر على ما يرد عليه من الطبيب. والمريض ليس من شأنه أن يستلذ الكي، يعني فيش مريض بيروح كده يحرقوه وهو مبسوط، والبتر وشرب الدواء النقي، بل من طبعه أن يبغض الأدوية، ولكن لإيقانه أنه بلا علاج لن يحصل على الشفاء، فإنه يدفع للطبيب. يعني الناس بتروح تدفع فلوس عشان يعذبوه بس عشان تتعالج، عالما أنه بالأدوية المرة تخلص من الأخلاط الضارة الردية. فمكوى يسوع هو ذاك الذي يهينك. مرة كنت قلتها في مؤتمر، وبعدين واحد بيعترف وبيقول لي إيه، عندي واحد بقى مكوى يا بونا. قلت له أنا ما فهمتش، قال لي واحد مكوى، فخدت بالي في الأول، قال لي من اللي أنت قلت عليهم عندي واحد في حياتي حتة مكوى مطلع عيني وقاعد يحكي لي. طبعا بس هو يقصد ايه، هو فهم انه في واحد في حياته منغص حياته، ده المكوى اللي ربنا حاططها له عشان يوضبه. فقال لي عندي في حياتي واحد مكوى. مكوى يسوع هو ذاك الذي يهينك، لانه ان كان يشتمك الا انه يريحك ويخلصك من المجد الباطل. فدواء يسوع النقي هو من يرذلك ويوبخك، لانه يريحك من الاستنعام. ان لم تحتمل شرب الأدوية تظلم نفسك وحدك، أما الأخ فلم يسبب لك ضررا ما. فكرة حلوة أن الواحد يعتبر أن الناس المتعبين اللي في حياته أدوية مرة، صحيح، بس أدوية لازم بيعالجوا حاجة جوانا. يمكن بيعالج قلة الصبر، بيعالج مثلا تمسكك بالدنيا، بيعالج حتة كرامة عاوزة تتظبط،
في حاجات غلط، في أمراض احنا مش دريانين بيها جوانا، فالجماعة الموجودين في الدنيا دول بيكوا حاجات مهمة. اجتهد في شبابك لتفرح في كبرك. المبدأ ده في الدنيا معروف، يعني الناس تتعب عشان لما تكبر تلاقي قرش وتلاقي راحة، إنما في الحياة الروحية كمان أهم. ليه؟ تصور معايا، أنا دايما أقول للشباب بتوع إعدادي: يا أولاد لو عارفين كل أسبوع تحفظوا مزمور، أنت في ال3 سنين بتوع إعدادي هتحفظ كم مزمور؟ مين يحسبها؟ كل أسبوع مزمور، هيحفظ ال150؟ هيحفظ ال150، ما السنة تقريبا 50 أسبوع، في 3 سنين إعدادي ممكن تحفظ ال150 مزمور، ترتاح بقية عمرك كله. ليه؟ تصور بقى وأنت 60 سنة وسايق عربيتك وعينيك مش عارف تقرا، ولا خلاص هتقول بقى هتشتغل، يعني ما انت جواك خزين قد كده، تقعد تقول من المزامير اللي انت حافظها، تلاقي مخك رايق وقلبك رايق وحياتك جميلة. انما اللي كبر من غير ما يحفظ ما هو برضه خسر. فاحنا لما تتعب في شبابك تلاقي في كبرك، على كل المستويات، المستوى الروحي كده، لما تجاهد كتير انك مثلا تضبط عصبيتك، لما تكبر والعصبية يعني هتبقى هتطلع منك غصب عنك، هتلاقي انك اتعودت تضبط نفسك. انما اللي ما اتعودش وهو عشرينات وتلاتينات بيجد صعوبة بالغة على كبر انه يمسك اعصاب. فلو هو جاهد وتعب طبعا ده بيعود له في جهاده بكل انواع الجهادات بقى، ضبط الفكر وضبط اللسان وحفظ المزامير والتلمذة على الكتاب. فهنا بيقول اجتهد في شبابك تفرح في كبرك، تفرح روحيا يعني تبقى مرتاح. وهنا الشباب ريلاتيف يا جماعه، يعني طول ما عندك مخ، طول ما عندك عينين، طول ما عندك رجلين لسه شباب. يعني عاوز اقول ايه، ما هنا الحكايه مش سن ولا حاجه، طول ما تقدر يلا اغتني الحق حوش، لانه هيجي وقت يمكن ما تلحقش. لا تحتقر احدا من الناس ولا تدينه ولو رايت ساقطا في الخطيه، لأن الدينونة تأتي، دينونة يعني الإدانة، تأتي من تعاظم القلب. أما المتضع فإنه يعتبر كل الناس أفضل منه، فبأي حق تدين عبدا ليس لك؟ فإن سقط لربه فرب قادر أن يقيمه. طبعا ده نفس الكلام اللي بنقوله كتير يعني، بس بنعيده تاني. افتكر إن أي روح إدانة معناها قلبك متعظم، في حتة كبرياء جوه. الإدانة بنت الكبرياء، بدال ماشي تنقد الناس وشايف أخطائهم كبيرة وبفكرك عمال يعني متغاظ منهم، يبقى لسه في عظمة في قلبك، ودي تبعدك عن ربنا، تفصلك عن ربنا. وبعدين هو لمولاه، ربنا نفسه سايبه في الدنيا ومطول باله عليه، ويمكن يتغير يبقى أحسن مننا، تبقى أنت دينته وما توصل بعد الشر، وهو ممكن يكون عمل عملة سودة بس تاب وبقى كويس. فهو لمولاه، افتكر هو ليه سيد يحكم عليه، انا هحكم عليه ليه؟ اجلس وحدك مثل والي وحكيم ودن افكارك، يعني اقعد هادي وقعد دماغك قصادك كده وحاسبها وحاكمها. اجلس وحدك مثل وال وحكيم، والي يعني قاضي، ودن افكارك يعني طلع افكارك كده وشرحها. حركة مهمة عند على فكرة، انك تقلب كده دماغك، شوف مخك بيروح في ايه، لانه ده على طول بيكشف لك قلبك في ايه. تلاقي نفسك متغاظ من فلان، متعلق بالفلوس دي، خايف قوي من حد، الحاجات دي كلها اللي بيدور في عقلك ده بيطلع اللي في قلبك، وحيث يكون كنزك يكون قلبك. فاقعد لوحدك وطلع دماغك وحاكمها، الفكره دي تمشي لا ما تمشيش مع كلام ربنا، الفكره دي تمشي مع كلام ربنا، الحته دي غلط، الحته دي صح، حتى دي عاوزة تتظبط. فما كان نافعا وموافقا أبقيه واحفظه، يعني هتلاقي فكرة كويسة انك مشغول بشخص عيان مثلا، كويس دي حاجة حلوة، تلاقي فكرة حلوة انك انت مثلا سرحت في آية غلط كده يعني طلعت منك من غير قصد، بس ايه يعني آية ولا حكاية حلوة سرحت فيها، كويس حاجة كويسة في دماغك. انما هتلاقي بقى حتت كتيرة قوي وكبيرة قوي رايحة هم وغم وقلق وخوف وغضب، كل ده عاوز يتنظف. أما ما كان ضارا فاطرده عنك. عملية حساب الفكر دي مهمة وبتظبط حاجات كتير، لو الواحد عارف يعملها كل ليلة
يحاسب أفكاره ممكن حياته تختلف. لا تحزن إذا افترى الناس عليك، بل بالحري احزن إذا أخطأت إلى الله. ما تزعلش لو الناس افتروا عليك، ما هم افتروا على المسيح. بالأولى احزن لو كان افتراءهم عن حق، يعني إذا كنت غلطت دي اللي تزعلك، إنك غلطت في حق ربنا، إنما هم قالوا إيه عادوا إيه ما تفرقش، كلام الناس هيفرق في إيه. ما تزعلش إذا افتروا عليك، ازعل بالأولى إنك غلطت في حق ربنا. كل الناس دي مش هتشوفها بعد كده، كل الناس دول هيتنسوا بعد كده، إنما رأي ربنا هيعطي. قال القديس بخوميوس: سألني أحد الإخوة مرة قائلا: قل لي منظرا من المناظر التي تراها لنستفيد منه. هما كانوا يعتقدوا الآباء، ويقال إن دي كانت حقيقة، إن أنبا بخوميوس ده بيشوف المسيح كتير من كتر نقاوته وبساطته وتقواه، وعنده آلاف من الرهبان تلاميذه. ففي مرة كده إيه، قعدوا كده يقرروه، يعني قول لنا حاجة من اللي بتشوفها كده. فأجبت قائلا: من كان مثلي خاطئا لا يعطى مناظر، اللي زينا هيشوفه، ولكن إن شئت أن تنظر منظرا بهيا يفيدك بالحق إني أدلك عليه. إذا رأيت إنسانا متواضع القلب طاهرا، هذا أعظم من سائر المناظر، لأنك بواسطته تشاهد الله الذي لا يرى، وعن أفضل من هذا المنظر لا تسأل. يعني قال إيه؟ قال أنت ليه عايز تشوف المسيح في مجده؟ ده رأي واحد تاني قال لا، دي نأجلها للسما. لما جاله شيطان يقول له المسيح جاي ورايا، جاله على شكل ملاك، قال له لا، قول للمسيح أنا متفق معاك هشوفك في السما، أنا مش هشوفك هنا، ما تلخبطنيش، أنا حافظ كده، أنا يوم ما تطلع روح أشوفك، دلوقتي إيه لزومه؟ طبعا هو كان من اتضاعه بيقول كده، فالشيطان اتحرق، يعني الشيطان جاي يخدع واحد، فجاله على شكل ملاك يقول له على فكرة المسيح جاي ورايا يحييك يعني على جهادك، قال له لا أنا ما أقدرش أشوفه دلوقتي، استنى لما أموت، قول له كده، أنا مش عاوز أشوفه دلوقتي أحسن أتعب، أنا استنى لما نشوفه في السماء. فهنا الأنبا بخوميوس بيقول إيه؟ بيقول ما تدورش على مناظر تفتخر بيها وتقول شفت نبي ولا شفت ملايك ولا شفت ربنا، خليك دور على شخص تتعلم منه، لأن الشخص المتواضع القلب شبه المسيح، لو عرفت تشوف ده وتدور عليه يبقى أنت بتشوف ربنا، لأن ربنا بيبان في أولاده. فكون أنت المتواضع ودور على المتواضع. فهنا بيقول عن أفضل من هذا المنظر لا تسأل، أكتر من كده ما تدورش لحسن تكون بتضل النفس، ده ما تدورش لحسن تكون بتضل النفس، ده ما تدورش لحسن تكون